مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتعلم فيه كيفية برمجة تطبيقات الويب وخدمات الويب باستخدام قاعدة بيانات مونجو دي بي. قاعدة بيانات مونجو دي بي فهي ليست كباقي قواعد البيانات التقليدية مثلا كالمايسيكول والاوراكل، فهي قاعدة بيانات لا تحتوي على العلاقات، على لي غولاسيون ما بين الجداول. هناك فقط الدوكيمون، والدوكيمون يحتوي على المعلومات على شكل جيسون، مما يجعل مونجو دي بي قاعدة بيانات الويب وخدمات الويب بالدرجة الأولى. هناك العديد من الطرق لتنصيب قاعدة بيانات مونجو دي بي. إذا كنتم في الأوبونتو تقومون مثلا بأبت جيت انستال مونجو دي بي سيرفر، أو تقومون بتحميل الأرشيف المحتوي على البيانات والمكتبات الخاصة بمونجو دي بي من الموقع الرسمي. لقد قمت بهذا الشيء مسبقا. هنا محتوى الأرشيف، تقومون بالدخول إلى بين. في هذا المجلد هناك جميع التعليمات الخاصة بقاعدة بيانات مونجو دي بي. التعليمة التي تهمنا وهي مونجو أو مونجو دايمون، حيث تقوم بإطلاق قاعدة بيانات المونجو دي بي. كما تلاحظون الآن فقاعدة بيانات المونجو دي بي تشتغل. والشيل الخاص بمونجو دي بي فهو مسمى بمونجو. يقول لي أن هناك مشكل في الولوج إلى ذلك الملف. يقول لي لا توجد الصلاحيات الكافية على ذلك الملف مونجو دي بي. مونجو بيم، نقوم بإطلاق الشيل الخاص بمونجو دي بي مرة أخرى. الآن الأمر يشتغل بنجاح، الخادم يستقبل، يقوم بطبع اللوج أن هناك كلاينت، وهذا هو الشيل الخاص بمونجو دي بي. حيث أن مونجو دي بي تستخدم أيضا لغة الجافا سكريبت في تحليل المعطيات و كتابة وقراءة المعلومات. من أبسط التعليمات تعليمة هيلب، وتعطينا لائحة بالأوامر الأساسية لقاعدة بيانات مونجو دي بي. مثلا شو دي بيس تظهر لنا لائحة قواعد البيانات. مثلا في أحد التطبيقات التي برمجتها أقوم بوضع معطيات الواي فاي، معطيات السكان الخاص بالواي فاي داخل قاعدة بيانات مونجو دي بي. للدخول إلى هذه القاعدة وجب كتابة تعليمات يوز واي فاي، ومن ثم شو كوليكشن، والكوليكشنز فهي بمثابة الطابل في الاتش بي ال. يقول لي أن هناك فقط كوليكشن 2. لاستخلاص كل المعلومات من الكوليكشن وجب كتابة أمر دي بي APS find، وهو بمثابة select start from table، حيث يقوم باستخلاص كل المعلومات من تلك الكوليكشنز. كما تلاحظون هذه هي المعلومات المسجلة داخل الكوليكشنز APS. لإظهارها بطريقة أجمل وجب كتابة إضافة دالة بريتي لكي يتم إظهار جيسون بطريقة أفضل. كما تلاحظون فهذه هي لائحة الأكسس بوينت المتواجدة بالحي لدي. مثلا إذا كنا مهتمين بالبحث عن شيء
خاص مثلا named hello لا يعطي أي شيء. أننا نبحث عن أحد المعطيات التي تحتوي على الحقل name hello وهي لا توجد. إذا بحثنا عن الحقل hello الذي يحتوي كلمة بونجور أظن أن الأمر ليس صحيح. hello last tick zero. كما تلاحظون فهذه هي المعلومات التي تتوفر على الحقل zero. نستطيع الدخول إلى collection أخرى. show the base مثلا use حرة دبي مثلا من الأفضل القيام بشو كوليكشن و دبي بيك وهي خاصة بالصور فيند لم تعد تحتوي على أي شيء مثلا الصوت دبي ساوند فيند. هناك بعض المعلومات و بريتي تلك المعلومات فهي مكتوبة بالعربية كما تلاحظون فالمعلومات يتم تسجيلها داخل مونجو دي بي على شكل جيسون. هذا هو الأوبجكت إي تي وهو وحيد وهو عبارة عن إي 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 آي دي خاص بي بمونجو دي بي وهذا الإي إي آي دي أقوم بإضافته عن طريق تعليمات نور إي آي دي واسم المستعمل مثلا ديسكريبسيون و لا تايب خاصة بالصورة واسم الصورة والتايب والفول باث الخاص بالصورة. مثلا نستطيع إضافة قاعدة بيانات بالشكل التالي use مثلا tutorial test db هكذا ونقوم بالdb create collection ونضيف اسم collection مثلا tutorial هكذا يعطيني اوكي واحد اي انه تمت اضافة الكوليكشنز بنجاح. الان يوز او شو كوليكشنز نستطيع القيام بتوتوريال فيند وهي لا تحتوي على اي شيء. لكتابة معلومات داخل هذه الكوليكشنز فالامر بسيط جدا تقومون بالتدبي دبي واسم التطور واسم الكوليكشن ومن ثم انسر والجيسون المراد وضعه مثلا نيم انتروديكسيون تو نوت جي اس و دوريشن فهي 23 دقيقة و ديسكريبشن مثلا هلو وولد from MongoDB. الآن لقد قام بكتابة هذه المعلومات إلى الكوليكشن توتوريال. لاستخلاص كل المعلومات نقوم بdb توتوريال فيند مثلا بريتي تظهر بشكل أجمل كما تلاحظون فهو يستخرج الجيسون الذي قمنا بكتابته. نستطيع مثلا إضافة كريتيريا أو كريتير خاص بالبحث عندي ريشن 23 دقيقة لحذف
هذه المعطيات نقوم بجذب توتوريال ريموف واعطاء الحتاج الخاص بالحد، مثلا duration 23 دقيقة. سيتم حذف تلك المعطيات بعد إيجادها. يقول لي removed 1، أي أن هناك معلومات وحيدة تحتوي على duration 23.00. الآن إذا قمنا بالبحث عن تلك المعطيات فلن نجد أي شيء. تستطيعون أيضا القيام بأشياء عديدة بـ point والضغط على tabulation. فهناك العديد من الميثود المعرفة على الأوبجي db. كما تلاحظون فإن كل قاعدة بيانات مونجو دي فهي مكتوبة لتدعم جافا سكريبت بالدرجة الأولى. مثلا تيوتوريال أبديت، تستطيعون القيام بأبديت مثلا هنا فيند كريتيريا وهنا أبديت الداتا. سيبحث عن تلك المعطيات ويغيرها. تستطيعون أيضا القيام بريموف كما لاحظتم في التعليمة السابقة، مثلا get users لأنه لا يوجد مستعملين خاصين بهذه القاعدة. مثلا تستطيعون أيضا القيام بسكريبتات مهمة، ننظر قال hello world console.log لا عفوا، فإن console.log غير موجودة بمونجو دي بي، ما يكافئها وتعليمات ترانس كما تلاحظون. تستطيع أيضا القيام بديبوكل هكذا و تبي توتوريال انسر والاندكس هو اي و الداتا هلو و ار نمبر. أنا بكتابة 100 من المعطيات داخل قاعدة بيانات توتوريال على collection tutorial. لاستخلاصها نقوم بالdb tutorial link. كما تلاحظون فهو فقط يقوم باستخلاص 20 من المعطيات. إذا كنا نريد المرور إلى الصفحة الموالية نقوم بكتابة تعليمات البي كما تلاحظون هكذا. هنا نستطيع مثلا حذف ما قمنا بإضافته عن طريق تعليمات remove لقد قام بحذف 100 من المعطيات المكتوبة سابقا. الآن فإن db tutorial thing فهي فارغة، النتيجة فارغة. هناك أحد تطبيقات المثيرة هو مكتوب ب php يقوم بتسهيل التعامل مع قاعدة بيانات mongodb، فهو شبيه ب php myadmin وخاص بقاعدة بيانات المونجو دي بي. قمت بتنصيبه باستخدام ال HTTPS واسمه روك مونجو.
ثقافات بازيك اوثنتيكيتي للHTTP بس هنا اقوم بالدخول. اظن انني قمت بوضع احد المستخدم ادمين وهو صحيح. وهذه هي واجهة روك مونجو للتعامل مع قاعدة بيانات مونجو دي بي. مثلا اذا قمنا بكتابة تلك الاشياء مرة اخرى فان روك مونجو سيقوم باظهارها كما تلاحظون. فهناك 100 من المعطيات الخاصة بكوليكشن توتوريال كما تلاحظون. فهذه هي معلومات. نستطيع القيام بمتخجور مثلا إضافة شيء آخر. ومتخجور بالإنجليزية فهي أبديت مثلا تيست. دائما بإظهار الأشياء الأخيرة وهي رقم 99 نبحث عن الاندكس 99 كما تلاحظون. فقد تمت إضافة الحقل تيست إلى هذا الشيسون. وهذا الشيء من أروع ما توفره مونجو دي بي، أي أنك تستطيع حذف وإضافة حقول إلى المعطيات دون الحاجة إلى تغيير الشيما الخاصة بقاعدة البيانات. فالإشكال فالمبرمجون يعانون من إضافة وحذف أشياء إلى الجداول. فوجب إيقاف قاعدة البيانات مؤقتا لتغيير سكيما. الروك مونجو فهو سهل جدا في التنصيب. يحتاج فقط درايفر خاص ب PHP للتعامل مع مونجو دي بي. من الصفحات وهنا إحصائيات حول خادم مثلا الويفي قاعدة بيانات الويفي يحتوي على كوليكشن 2 من كوليكشن والمعلومات. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس التقديمي لقاعدة بيانات مونجو دي بي. وشكرا وإلى اللقاء في درس آخر حيث سنقوم بالكتابة والقراءة داخل قاعدة مونجو دي بي من داخل تطبيق مونجو دي بي.